شباب هنكمل بقيه اللي هو السليفري سكريشن. ناخد اخر جزئيه فيه اللي هي ميكانيزم اوف سليفري سكريشن. ايه الاليه او ازاي دي يا شباب اي سكريشن سواء جاستريك سكريشن او بنكرياتيك او حتى البايب بيبقى باتنين ميكانيزم، عن طريق الاعصاب بنسميه نيرفس ميكانيزم، وعن طريق الهرمونز بنسميه هرمونال ميكانيزم. الهرمونال ميكانيزم بيبقى سريع ولا بطيء؟ بطيء. بطيء. طب مين اللي سريع؟ الاعصاب. عشان كده والطعام في الماوس هنا ما بيقعدش فتره ايه؟ فتره طويله، فما يمشيش مع مين؟ الهرمونال ايه؟ يعني ده الوحيد اللي هتلاقي نربط بس زي نتحكم فيه عن طريق الاعصاب مش عن طريق الهرمونز. في اثنين ريفلكسز والنيرفس ميكانيزم، نيرفس سليفري سكريشن، نيرفس ميكانيزم وسليفري سكريشن. واحد يقول لي انا مش فاهم يعني فاهمها يعني. انا مثلا لما بناكل الطعام يا جماعه بناكل، مجرد ما الطعام بس يوصل للفم للماوث طن ده على طول بيحصل ريفلكس اسمه سليفري سكريشن، ده اللعاب بينزل او شيء. ده حتى مجرد انك تفكر بس في الاكل او تشم ريح الطعام، مش عارف بطاطا بتتحمر، مش عارف اللحمه بتتشوح، ما اعرفش اللي بيقولوا. المهم يعني مجرد ما تشم بس ريحه الطعام ممكن مين يحصل حاجه اسمها سليفري سكريشن. سليفري سكريشن. او حتى السماع، سماع يعني واحده مثلا بتحكي لواحده زميلتها رحنا مش عارف فرح مش عارف ايه وكان في ايه وبتاع، تانية بيجي لها صاليفيشن كده على السيره بس. المهم ففي اثنين ميكانيزم، في سمبل ميكانيزم سمبل ريفلكس، وفي حاجه اسمها كونديشن ريفلكس. كونديشن ريفلكس انا بادئ بالكونديشن ريفلكس او نخليها بطريقه اسهل شويه ان ماتيريال ان كونديشن اللي بنسميها هنا يا جماعه سمبل ريفلكس. اي ريفلكس في الدنيا يا جماعه، اي ريفلكس اكشن فاكينه، في حاجه اسمها ستيمولس ريسبتور افن سنتر ايفرنت افكتور مين اورجان، وبعد كده حاجه اسمها ريسبونس، في حاجه اسمها مين ريسبونس. ده اي ريفلكس في الدنيا ده اللي هو بنسميه سمبل ريفلكس. فانت عندك مثلا ده الطنج اهوت. الطنج ده يا جماعه في حاجه اسمها تيست بادز، تيست بادز دي ريسبتور اللي بتحس بمين؟ بالطعام، بالتذوق يعني. في عندي هنا ريسبتورز اسمها تيست بادز، تيست او تيست ريسبتورز عشان اسهلها. طيب الاستيمولس دايما بيبقى عندي حاجه اسمها الاستيمولس، الاستيمولس اللي هو فود ان ماوث، فود ان ماوث طعام بيعمل سويشن ريسبتورز اسمها ايه؟ تيست مين؟ تيست ريسبتور، تيست ريسبتور الريسبتور المستقبليه بتاعت التذوق دي بتبعت اشارات عصبيه حاجه اسمها افرنت نيرف، افرنت نيرف اللي هو بيبقى برانش من العصب السابع والعصب التاسع كرينيال نيرف، كرينيال نيرف السابع والتاسع ده اللي هو افرنت او سينسي. يروح فين؟ يروح في عندنا حاجه اسمها المظله جاتا، وفي عندي بعد كده حاجه
حيسمى البوند حيسمى مين بوند. وفي الميد بريفور. المهم في نيوكلاس هنا يا جماعة كان اسمها superior salivary nucleus, وفي نيوكلاس هنا اسمها inferior salivary nucleus. كل كان دخلنا في الترام في superior salivary أو salivatory أو salivatory. المهم نيوكلاس وفي inferior salivary nucleus. خلاص ماشي. السوبيريور والانفيريور دي بيطلع منها اعصاب. دي السيل بادي دي مش السيل بادي. ايه الاعصاب ديت اللي هي الافرين بيطلع من هنا مثلا العصب اللي هو السابع وده بيطلع عصب تاني هو التاسع. ده يا جماعه مين ده الافرين. تقول يا دكتور انت مش شايفين هنا السابع والتاسع؟ عادي يا جماعه. معلومين اي فرين نيرف او اي سباينال نيرف بيبقى فيه اعصاب حسيه واعصاب افرازيه اللي هو او سنسوري وموتور. سنسوري ومين؟ عادي مش مشكله. المهم يعني العصب السابع طبعا مش هنقول الاسماء بتاعته. ده اسمه فيشل, ده اسمه بروس فرينجل. المهم فيشل وبروس فرينجل طبعا ده افرنت اوتونوميك يا جماعه, لازم يروح يعمل ليه في حاجه اسمها جانجل. حاجه اسمها مين؟ جانجل. مش هنقول اسم الجانجل ولا حاجه. بعد كده يطلع البوست جانجل. البوست طبعا المفروض نرسمها هنا, بيروح لحاجه اسمها ايه اللي هي الافكتور اورجان اللي هي السيريبري جلاند. بنسميها افكتور اورجان اللي عندي اللي هي السليبري جلاند. يعني دلوقتي تقريبا قلت الريفلكس اللي هو عباره عن ايه؟ ريسبتور اهو افرين, دي يعتبر هي السنتر افرين وافكتور مين؟ اورجان. في حاجه اسمها ستيمولس وحاجه اسمها ريسبونس. ايه هو الستيمولس؟ ايه هو المحفز او المؤثر؟ وجود الطعام. وجود مين؟ الطعام في المخ. طب الريسبونس ايه؟ اتس ريسبونس يا جماعه سليبري ايه؟ سليبري سيكريشن. هيحصل حاجه اسمها سليبري بيحصل سليبري سيكريشن. طيب ماشي. انت هتقول لي يا دكتور انت مش قلت لنا ان السليبر جلاند بتروح لها سمساتك وبتروح مين؟ بارا سمساتك. الاعصاب يا جماعه دي بارا سمساتك. بارا ايه؟ سمساتك. السمساتك بيجي من ال من التراك ولمبر يعني, او مش هنتقل عليك واقول لك فين بالظبط يعني. هو تراسك واحد واثنين. المهم بيجي من التراسك سيجمنت. تراسك مين؟ سيجمنت. النيوكلاي دي بتروح تأثر على مين؟ تأثر على النيوكلس اللي هنا, يطلع منها سمساتك. كان بيعمل ليه في جانجلي كده اسمها superior cervical جانجلي. لو قعدت بقى هناك تفتكر اوتونوميك هتتذكر الحتة ديت. وبعد كده يطلع بوست مين؟ بوست جانجلي. يروح لمين؟ يروح ل طبعا باسم اثنين, لكن هو ممكن يطلعوا 15 20 30 ده مش فاهم. ده يبقى الاسود ده يا جماعه اللي هو مين؟ الاسود ده اللي هو سمباثيك. طب والازرق ده اللي فيه مع بعض يبقى افرنت. ده يا اما باراسمباثيك او يعني باراسمباثيك نيورونز او سمباثيك نيورونز. اللي سمباثيك يا جماعه بيخلي السكريشن خدناها في الاوتونوميك على فكره. بيخلي السكريشن له كاركترز معينه. ليتل في الاماونت يعني قليل في الكميه. وفيسيد فيسيد يعني لازق. وبيبقى عالي بمين؟ عالي بالانزايم. بينما الباراسمسادك بيخلي السكريشن كتير لارج. بيخليه ووتري يعني زي الميه كده. ده لازق لان في انزيمات. وبيبقى قليل بالانزايم. فاهم حاجة ولا لا؟ تمام. ستيمولس فود ان ماوث, ريسبتور
التنج او في الماوس اللي هي التستوسترون. افرن 97 سنتر سبيرو سيرفرال كلوي موجوده في البرين ستيم. بعد كده الايفنت باراسمبثاتيك و سمبثاتيك. باراسمبثاتيك اللي هو السابع والتاسع والنون سمبثاتيك بيروحوا للسيرفرال كلوي يؤدي الى سيرفرال سكريشن. الباراسمبثاتيك بيخلي السكريشن بكاركترز معينه والسمبثاتيك بيؤدي بكاركترز معينه. ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه سيمبل ريفلكس. ده ريفلكس عادي خالص. في ريفلكس تاني بقى اللي هو بنسميه كونديشن ده ريفلكس. يعني ايه كونديشن ريفلكس؟ رد فعل له شروط. له شروط يعني لو الشروط دي مش متوفره مش هيحصل هذا الريفلكس. ايه بقى الشروط بتاع الريفلكس ده اللي بيحصل يا جماعه؟ ده الريفلكس دوت اللي هو السيم ريفلكس ده انبورن يعني ايه كلمه انبورن ريفلكس؟ يعني احنا موردين بيه. مجرد العيل ما يتولد مجرد بس ما الحليب يوصل لبقه بيحصل سيم ريفلكشن او ياكل اي فول او كذا او احنا بقى سواء تشايلد او هي او ادل. ولكن العيل الصغير بقى ما عايزين نفهمه حاجه. هل البيبي يا جماعه هو لسه شهرين ثلاثة أربعة بيعرف إن في بطاطا بتتحمر ولا في مش عارف إيه؟ ما بيعرفش لأن مفيش ديفلوبمنت لمين؟ حاجة اسمها القشرة المخية، القشرة لمين؟ حاجة اسمها السيريبرال كورتكس. السيريبرال كورتكس دي اللي بتربط بقى اللي هي بتربط حاجات ببعضيها ولها وتديك معاني للسنسيشن، تديك معاني لمين؟ سنسيشن. بقى فالعيل بيكبر بقى يحس إن في قلنا بطاطا بتتحمر مش عارف إيه شم يحس ان مثلا يعملوا بقى السفره بقى اللي هو الاكل يعني تلاقي المعالق بتخبط وبتاع لا يبقى في تجهيز للاكل ماشي او انه يشوف الاكل بس من غير ما مين من غير ما الطعام يروح فين اذا مجرد ان هو يشوف او يشم او انه يسمع زي ما قلت لكم اللي هو كان بتحكي حدوته لصاحبته او انه قاعد في المحاضره دلوقتي بس بيفكر في البيت عاملين عصبان ولا عاملين كسكسي ولا عاملين مش عارف مين. مجرد انه يفكر بس thinking المفروض يحصل سيرفري سكريشن. ده بنسميه بقى كونديشن اللي هو رد فعل له شروط. ده بيبقى يا جماعه ده هل الريفلكس ده احنا بنتولد بيه؟ لا طبعا. ده اكوايرد يعني مكتسب. يعني طفل بالتكرار محتاج حاجه اسمها تريننج. حاجه اسمها مين؟ تريننج يعني تدريب مرة واثنين وثلاثة واربعة. طبعا مش عايز اكتر عليكم. في راجل عالم روسي اسمه بابلو ده جاب كلب مش عارف كنت تسمعوا عنه ولا لا. كلبه كان بيديله اكل وكان بيلاقي لما يديله اكل يحصل سليبري بس كان لما يديله الاكل يرن جرس وعملها فيه بتاعي 10 مرات وهو بيدي الاكل يرن مين؟ الجرس. جابها في المرة 11 مثلا ضحك على الكلب عمل ايه؟ رن الجرس وما ادالوش مين؟ لا الكلب بيريق يعني اساسا مسكش لان القشة المخية بتاع الكلب ربطت ما بين الجرس والايه؟ والسليبري سكريشن. مش عايزين ندخل في علم ان دي تبع علم النفس وحاجات زي كده. المهم يعني اقول لكم الانسان ده طبعا هو عمل الحركة دي مرة واحدة ولا كررها؟ عشان كده قلت لكم الريفلكس ده عشان يتم يا جماعه ان انا هشرحه دلوقتي. ده اللي هو ايه؟ محتاج تريننج. محتاج مين؟ تريننج تدريب. ومحتاج قشره ايه؟ قشره مخيه اللي هي بتربط المؤثرات ببعضها. المهم نيجي بقى للكونديشن ريفلكس. مجرد يا جماعه الانسان يشوف انا طبعا حطيت الاثنين في رسمه واحده قلنا الكونديشن دي معناها ان هو مين؟ ميد يحتاج مين؟ حاجه اسمها سي سي سيريبرال مين؟ كورتكس. وحاجه ثانيه يحتاج مين؟ تريننج يحتاج تدريب ماشي؟ طيب تعالى بقى معايا كده. ايه اللي بيحصل؟ مجرد ان انت تشوف او تشم او تسمع او حتى تفكر يبقى دي كلها يا جماعه. طبعا لو الواحد بيشوف الاكل هيبعت اشاره عن طريق العصب البصري اللي هو المين؟ ولو بيشم العصب الشمي اللي هو مين؟ سفكتري نيرف.
ويعني العصب السمعي نسميه اوديتوري. اوديتوري نيرف ده اوبتيك نيرف والعصب البصري والفاكتوري العصب الشمي. اوديتوري السمعي كل الاعصاب دي تروح لمين؟ تروح لحاجه اسمها سيريبرال كورتكس. السيريبرال كورتكس تنزل اشارات. تنزل مين؟ اشارات عصبيه. تروح تعمل استيميشن لمين؟ يلا يا شباب السيريبرال سيريبرال نيوكليس. وبالتالي ينبهوا الباراسيمساتيك وينبهوا مين؟ السيمباثيك. بس يروح للسيريبرال مين؟ جلاند. يؤدي الى سيريبرال سيكريشن. فهمت حاجه؟ يعني نظر الشق ده الجزئيه دي تظهر مشتركه ما بين مين؟ الريفلكس الاولاني والريفلكس الثاني. واضح؟ بس ده اللي بنسميه بقى ده اللي بنسميه قلنا عليه اللي هو الكونديشن. السيريبرال سيكريشن بيتم عن طريق الفود في الماوث ولا لسه ما دخلش الماوث؟ لسه ما دخلش يعني مجرد اشوف الطعام او شم او كذا اسمها ايه؟ كونديشن. رد فعل شرطي. ليه شروطه؟ محتاج ترين محتاج تدريب وده ما بيبقاش انبورن ده اكوارد ده مكتسب ومحتاج قشره مين؟ مخيه. والتاني بقى اللي هو السمبل ريفلكس اللي هو ريفلكس لعبي خالص. الفوت في الماوث يصل سيريبرال مين؟ نيجي بقى خلاص كده خلصنا خلصنا من حكايه اللي هي السلايفا اللي هو السيريبرال سيكريشن. هنيجي بعد كده ل طريقه ميكانيكال بالنسبه للطعام اللي هي الماستيكيشن. ماستيكيشن او تشيوينج. تشيوينج او ماستيكيشن مضغ الطعام. مضغ مين؟ الطعام. عمليه التشيوينج ديت هي لها ريفلكس معين اسمه تشيوينج ريفلكس. بتلاقي اللور ماندبل ده وانت عمال تمضغ الطعام تلاقي اللور ماندبل ده عمال ينزل ويطلع ينزل ويطلع ينزل ويطلع. المهم مش هن صعب عليكم نقول الريفلكس ده بيتم ازاي. المهم الماستيكيشن ده علشان تعمل مين؟ قلنا تعمل جرايندنج تطحن مين؟ طعام وتقطع اللي هو اللارج بارتكل تحولها لسمول مين؟ بارتكلز. المهم وكمان عمليه الماستيكيشن هو انت لما تمضغ لبان الماستيكيشن ده برضو بيؤدي الى سليبري سكريشن. سليبري دي عمليه الماستيكيشن او الشيوم ده بيؤدي الى سليبري سكريشن. طيب ماشي اوكي. لما فاكرين ما قلنا بقى اللي هو الانسايزرز تعمل كاتنج للفود ومش عارف الكناينز تعمل مش عارف الاسنان ايه القطع مش عارف ايه انيات تمزق. المهم الدروس مش هتطحن يتحول الطعام بعد كده بقى نتيجه السلايفا ونتيجه المضغ ده بيتحول الطعام الى كره. يتحول الطعام الى ايه؟ كره بنسميها البلع. بنسميها مين؟ البلع. فود بولس. فود مين؟ بولس. انا دلوقتي بقى هدخل في مرحله ثانيه بقى خالص اللي هي عمليه مين؟ عمليه البلع. عمليه مين؟ البلع. قبل ما نبتدي عمليه البلع يا ريت نتكلم شويه عن مين؟ عن حاجه اسمها الفارنكس وحاجه اسمها الاسوفيجاس. فارنكس اللي هو مين؟ العروق. اسوفيجاس مريء. تعالوا كده نتكلم حاجات سهله. عايز اخد صوره.